التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بين قيادتي مصر وفلسطين بشأن القضية الفلسطينية. ولا تتوقف اللقاءات التي تجمع الرئيس السيسي مع نظيره الفلسطيني يوماً، وعنوانها العريض مصلحة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل عادل وشامل لها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. ومن جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.